نروح بسرعة لأهم مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم. النهاردة في مجموعة من المباريات، كلنا عارفين الجولة 26 وال 27 وال 28 هتتلعب خلال شهر مايو، لكن النهاردة الساعة 8 مساء على ملعب أسوان في محافظة أسوان الجميلة، أسوان بيستضيف المصري البورسعيدي. طيب نروح لمباريات الدوري الإنجليزي، والساعة 10 من مساء اليوم ليفربول بيستضيف فولهام، وفي نفس التوقيت أيضا مانشستر سيتي بيستضيف ويست هام يونايتد. طيب مباريات اليوم في الدوري الاسباني، الساعة 8:30 من مساء اليوم فالنسيا بيستضيف فياريال، واتلتيكو مدريد الساعة 11 مساء اليوم بيستضيف قادش، وفي نفس التوقيت 11 من مساء اليوم ايضا ختافي بيستضيف سيلتا فيجو. دي ابرز مباريات اليوم، وبالتاكيد الكل بينتظر مباراة القمة، قمة السوبر المصري ما بين الاهلي وبيراميدز باذن الله يوم الجمعة المقبل في ابو ظبي.